وللمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى. مساء الخير سيدة دلال، ونرحب بك في نشرة الأخبار. اليوم ناقش مجلس الشورى اقتراح بقانون هو الأول من نوعه لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي. ما هي أهمية هذا التشريع في الوقت الراهن، وما أبرز ما تضمنه الاقتراح بقانون؟ بداية حبيت أوضح أن الحمد لله يعني يمكن البحرين اليوم بموافقة أعضاء مجلس الشورى على هذا الاقتراح بقانون، هو جدا تقدم في المنظومة أيضا التشريعية، باعتبار حقيقة هذا التنظيم كتشريع جدا صعب. بحثنا كثير في الأمور المرتبطة في التشريعات المقارنة وكذلك دوليا، وهذا الأمر صعوبته تأتي من تشعب مجالاته وسرعة المتغيرات. لذلك الاقتراح كان مؤلف من 38 مادة، وجدنا أن ضرورة أن يكون هناك أبواب متعلقة بالتعاريف لكل ما يندرج تحت الذكاء الاصطناعي، حصرناه فقط في مجال الاستخدام السلمي. وجدنا أيضا تم وضع استثناء بعض الأمور التي ترتبط سواء في السيادة أو المسائل الأمنية، تستثنى من التطبيق، وكذلك حرصنا على أن نحدد المسؤوليات المدنية وكذلك الجنائية. وأهم بند عملنا على استخدام المادة في التفويض التشريعي المقررة بموجب الدستور، بأن نمنح للحكومة إصدار القرارات المنظمة حتى تكون يعني كآلية في مواجهة تحديات سرعة هذه المتغيرات. ونشير إلى أن الحمد لله مملكة البحرين بدأت منذ فترة الحكومة الموقرة بالاستعداد لوضع عدد من الآليات سواء كاستراتيجية أو كهيئة بحثية، ولكن التشريع يكون منظم لأحكام تطبيق مثل هذه الاستراتيجيات. التشريع الوطني راح يكون إن شاء الله بما يتناسب ويتلائم مع منظومتنا واحتياجات العمل والسوق والمجتمع وكيفية تنظيم هذا الاستخدام، لأنه أصبح فعلا اليوم هو ليس حاجة وطنية بقدر ما هو لابد أنه موضوع دولي يجب أن يتعامل معه أيضا من ناحية الأحكام. في الاتحاد البرلماني الدولي مؤخرا لما استعرضنا أن لدينا اقتراح بقانون في هذا الجانب، أبدوا فعلا تأييدهم لهذه الخطوة، باعتبار يحتاجون أن بعد يشوفون عدد من الدول تشرع مثل هذا النموذج. نعم، سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.